بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء السلام عليكم. أنا بدي أعطيكم هلأ كم صفة من مدربين بعتبرها صفة كتير خطيرة ولازم تنتبهوا منها. فلو اللي حقوله بهالفيديو أنا بينطبع على المدرب تبعك، بنصحك تكلمه أو تكلميه أو تفكر إنك تغير المدرب، عشان هذه صفات بتدل إنه هذا المدرب مش فاهم، مش يعني مش فاهم، بس في أشياء مش عم يسويها صح باتجاهك أنت، عشان حرام أنت عم تدفع فلوس على خدمة المفروض يكون مدرب يكون فاهم وواعي بهالأشياء. لو المدرب تبعك أو تبعك عم يعطيكم نفس البرنامج لكل المتدربين، نفس التغذية كوبي بيست لكل شيء، هذا يدل أن هذا المدرب مش فاهم شيء. مستحيل أنك تعطي نفس البرنامج ونفس التغذية لكل المتدربين. كل واحد عنده احتياج مختلف، كل واحد بيحتاج تمارين مختلفة حسب هدفه، حسب جسمه، حسب خلفيته، حسب حتى عمره ووزنه، كل شيء بيختلف لما يجي للتمارين. فلو المدرب تبعك عم يعطيك نفس الشيء انت وكل المتدربين، فهيدا يدل ان المدرب هيدا على الاغلب جاي برنامج كوبي بيس من الانترنت وعم يبيعكم اياه انتو وعم ينصب عليكم. للأسف يعني صراحة هذا بتصير كتير، بكره انه بتصير بس بتصير كتير عندنا نحن. اي مدرب بيقول روح سوي كارديو اول، نزل وزنك بعدين تعال عندي، ما ترجع لعنده، هذا مدرب مش فاهم. معروف انه تمارين المقاومه بتساعد على تخفيف الوزن، بتساعد على التنشيف. اي مدرب بيقول لك لازم تعمل كارديو اول بعدين بتبلش، هذا مدرب صراحه انا بعد عنه شخصيا. اي مدرب بيعطيك تمارين أو بيعطيك برنامج وما بيعرف يفسر ليه التمارين بالبرنامج بالطريقة اللي هي فيها، أو ليه عم يعطيك 3 عدات، أو ليه عم يعطيك 20 جلسة بأسبوع، انتبهوا منه. المفروض كل شيء بالبرنامج تبعك يكون مدروس ويكون مصمم إلك أنت. لو المدرب مش عارف كيف يفسر ليه هالتمرين عطيك إياه، معناها هالمدرب يمكن مش هو اللي صمم هالبرنامج، يمكن أخذه من حدا تاني وعم يبيع لك إياه، ما بعرف. لكن لو المدرب عن جد هو مصمم البرنامج لازم يجاوب على السؤال بسهولة. أي مدرب بيوعدك بنتائج سريعة بيقول لك أنا رح خليك تخسر 15 كيلو بشهر، أنا حخليك تجيب ما بعرف شو بشهرين، حخليك تشيل تدلف 300 كيلو بأسبوعين، بعده عنهم الله يخليكم، هدول كلهم نصابين، كلهم نصابين. مستحيل مستحيل انك تعمم شيء مثل هيك وتبيعه كبرنامج. انا لو عملت نفس البرنامج واحد غيري، يعني انا وواحد غيري عملنا نفس البرنامج ونفس الاكل، نفس التغذيه، نفس النوم، نفس كل شيء، كل شيء نفسه، فكركم انا هو حنجيب نفس النتائج؟ لا، يمكن انا ما اجيب النتائج اللي هو جابها، كل شخص بيختلف. فاي مدرب بيوعدك باشياء مثل هيك، خصوصا بيستخدموا ارقام معينه، حتخسر 5 كيلو ب3 اسابيع، بعد عنهم الله يخليكم. أي مدرب بيقول لك إن لما تسأله سؤال أو تنتقده بأي طريقة إنه تقول له طب ليه عملت هيك، مش المفروض تكون هيك، بيقول لك أنا عندي جوائز، ما بعرف شو، أنا مدرب فلاني، أنا عندي خبرة، هذا يدل إنه ما جاوب على سؤالك. انت عم تقول له طب انا بفكر انه هذا التمرين غلط، طب اثبت لي انه صح، ولا يهمك، انا خبره. هذه الناس انتبهوا منها كثير، عشان اذا ما بيعرف يجاوب عليك باسئله هيك بسيطه معناها ما عنده مصادر وما عنده معلومات، فبس عم يلعب باللي هو بيعرفه وما بده يتعلم شيء جديد. هذول لازم تنتبهوا منهم. المدربين اللي بيشوفوا انه رياضتهم افضل رياضه بالعالم وكل الرياضات التانية طز فيها، كل الرياضات التانية ما بتسوى ولا تحتهم ولا تحت مستواهم، عرفت كيف؟ هذا مش تفكير مدرب، هذا مش تفكير مدرب رياضي. كل الرياضات عندها هدفها، كل رياضة عندها هدفها. يعني أنا لما يجي لي أي حدا بيقول لي صالح أنا بدي أبني جسمي وبدي أضبط هذا، بقول له لا عم تسألني أنا، ما تلعب باور ليفتنج، العب بودي بيلدينج. بودي بيلدينج رح يبني لك جسم، بودي بيلدينج رح يعطيك الشكل. لو انت هدفك القوة، هدفك تزيد القوة تبعتك، شيء اوزان، وقتها انا بساعدك. فكل رياضة لها هدفها، لكن انك انت
تختار رياضتك وتقول إنه الرياضات التانية ما بتسوى وتستهزئ برياضات تانية، يعني هذا بدل على شخص ما بيليق إنه يكون مدرب، وعيب، مش أسلوب إنه يكون مدرب. المدرب اللي ما بيقبل الانتقاد حتى لو عارف إنه غلطان، هيدا من أخطر المدربين بالعالم، عشان هذه الناس قد ما عارفين إنهم غلطانين ما رح يقول إنه أنا غلطان، ورح يكرر اللي عم يقوله تاني وتاني، ورح يكبر هو. المشكلة إنه عشان راسه كبير ما رح يقول إنه أنا غلطان، وأنتوا خسرانين بالآخر. الصراحة المتدربين اللي عم يدربوا تحت هيك الأشخاص هن اللي خسرانين، فلازم تنتبهوا من الناس. فإذا أنت انتبهت أنت مدربك هيك عنده أسلوب إنه أنا صح دائما، وحتى لما أنت تقول له لا بس هيدا إثبات إنك أنت غلط، بيقول لا أنا صح، وما بيقبل وبيبدأ يعني يستهزئ وبيسب هذه الناس يعني للأسف موجود. يعني مش عم بحكي من مخي، صدقوني أنا عندي تعاملت مع هذه الناس، فانتبهوا منهم الله يخليكم. هذا يعني أنت كمتدرب لو بتشوف المدرب تبعك قدامك هيك عم يعمل عم يتصرف، لازم تقول له ما بيصير هيك أو غير مدربك. أنا نصيحتي لو شفت هيك مدربك عم يعمل أنا بغيره، أنا شخصيا ما بدي شخص مثل هيك يدربني. المدرب اللي بيعرف كل شيء هو المدرب اللي ما بيعرف شيء. يعني أي مدرب شو ما سألته سؤال رح يجاوب عليك ورح يتفلسف عليك، هذا مدرب لازم تنتبهوا منه، عشان ما في حدا بيعرف كل شيء. أنا بيستغربوا مني الناس يعني لما يجوني على الخاص ويسألوني سؤال بقول لهم ما بعرف. كيف ما بتعرف؟ ما بعرف يعني شو تكذب عليك؟ بدك كان يخترع لك جواب وتفلسف عليك. أنا لو الموضوع ما بيخصني أنا حقول لك ما بعرف، لكن أنت لو بتروح لمدرب كمال أجسام تسأله عن طريقة تمرين الجيمناستكس وبيجاوب عليك، أنا حقول يعني غريبة، شو يعرفك؟ يعني انتبهوا من الناس اللي بتجاوب على كل شيء. هذا بس نصيحة عامة، مستحيل كل المدربين بيعرفوا كل شيء عن كل الرياضات. وبس أنا صراحة ما بعرف كم نقطة تكلمت فيها، بس هدول بس إشي هيك أنا خطروا ببالي بالفترة اللي فاتت وقلت بدي أتكلم عنها، عشان ممكن يكون سبب إنه واحد يطلع من مدرب سيء ولا مدرب عم يضره ويروح لمدرب أفضل، أو يتفادى مدرب سيء. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالفيديو، فيديو هيك سريع وخفيف، وبشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. مع السلامة.